اكواب سلطه التونه الرائعه جدا والحلوه قوي هنحتاج فيها ايه؟ بصوا بقى، هنحتاج خس، فاصوليا حمراء، وعندنا حمص، عندنا ذره حلوه، عندي طماطم متقطعه مربعات، تونه طبعا وده ضروري جدا، شويه من زيت الزيتون او الزيت العادي، بقدونس مجفف، عندي خل تفاح او خل عادي، الاثنين هيمشوا معاكم ويبقوا حلوين، وعندنا عصير ليمون، ملح وفلفل اسود. اهو كده احنا قلنا كل المكونات بتاعتنا. خس مفروم ناعم جدا، فاصوليا حمراء ممكن استبدلها بالبيضه، الذره الفرط الحلوه. كمان عندنا هنا يا ربي، عندنا هنا طماطم مفرومه ناعم جدا، عندنا حمص، تونه وعصير ليمون وبقدونس مجفف وخل اقل ولا اكتر. هاخد المكونات بتاعتي كلها واخلطها مع بعضها الاول. ده اول حاجه اهو، بسيطه جدا، عايزه اقول لكم سلطه بسيطه جدا بس طعمها والتتبيله البسيطه اللي انتم شايفينها هتديكم طعم حلو قوي الصراحه، ويبقى معانا الموضوع لطيف جدا. ناخد احنا كل الحاجات دي ونخلط المكونات بتاعتنا. سلطة بسيطة وسهلة ومش محتاجة اي حاجة، وطعمها هيبقى حلو قوي. قدميها في طبق، قدميها في اللي انت عايزة. لو تلاحظوا انا سبت الدريسنج بتاعي للاخر اللي هو البقدونس والخل، خل التفاح طبعا ممكن اعمل خل عادي جدا هيبقى حلو، بس خل التفاح بيديني طعم لاذع شوية كده عنه فبيبقى حلو قوي. عصير الليمون والملح ما نكتروش عشان عندنا الخل وعندنا كمان الليمون فما نكترش الموضوع خالص. اجيب بقى الاكواب بتاعتي، التونه كمان سبناها للاخر. اجيب الاكواب بتاعتي او الكاسات اللي انا هقدمها فيها، طبعا تنفعكم في عزومات بتبقى شكلها حلو جدا وظريفه وطعمها حكايه. السمك بتاعي بيستوي، النودلز تعتبر خلاص ان النودلز ما بتاخدش وقت اساسا، وانس ان الخضار بتاعتنا بقت عندنا جاهزه بتبقى الموضوع بيبقى عندي خلاص بقى جاهز. هحط، شوفوا انا مش حاطه فيها اي حاجه لحد دلوقتي. تقدم السلطه دي بارده طبعا تبقى معاكم حلوه قوي كده اهو. ونيجي هنا بالشكل ده نملاها. تعالوا بينا بقى الدريسنج بتاعنا الرائع اللي احنا عملناه، وابتدي انزل بيه كده بالشكل ده اهو. التونه طبعا احنا سايبينها للاخر كده اهو.